كتاب المناقب. توقفوا لنا ولشيخنا والبيضين والقضوة والمسلمين. آمين. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الصحيح المناقب قال ولدنا مع بابي علامات النبوة والإسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير. محمد كثير العبدي. قال أخبرنا سفيان. سفيان هنا وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن الأعمش سليمان بن مهران. عن خيثمة. عن خيثمة. نعم. عن سويد بن غفلة رضي الله عنه. ومن سقط الأزبات. أنه قال قال علي رضي الله عنه. نعم علي بن أبي طالب ختم النبي صلى الله عليه وسلم عمه وزوجة فاطمة رضي الله عنها وأبو الحسن والحسين. قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى مشهور الشيخ. قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثنا قيس عن حباب بن الأربت رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. قال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فوجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هنا في هذا الباب فضل شكونا إلى رسول الله أبا الحديث قبله قال ابن طلق إذا حدثتكم على رسول الله فالآخر الأخير السماء أحب ولا من أكذب عليه وهذا فيها دلالة على حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالب النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. وقال من روى حديثا يرى أنه من الكذب عليه فليتبرأ مقعده من النار. قال وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة يعني إذا كانت حرب فلا بد للمرء أن يعامل الماكر بمكره وأن يعامل اللبيب الذكي الصادق بصدقه وكل له لون. والحقيقة كما قلنا من الكمال ألا تجعل صاحب الكيد أن يكيد بك ولا تجعل صاحب المكر أن يمكر بك. والله جل في علاه بين الكمال فأنه قال يمكر الله ولا أفضل من ماكره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. وهؤلاء الوصف الدقيق للخوارج والدواعش وهؤلاء الذين لهم ضلال فكري معين تراهم يهيمون على التكفير على التفسيق والتبديع أمرهم عظيم لأنهم يخربون في هذه الأمة تخريبا عظيما يفسدون أكثر مما يصلحون. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مذموما حدثاء الأسنان صغار السن حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ما في عقول ليس لهم عقول يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. في قول هنا يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قلنا تمسك به من قال بأن الخوارج من الكفار لأن النبي قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقتلوهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجل لمن قتلهم يوم القيامة. فاستدلوا على كفرهم بذلك. والصحيح أن نقول أن علي بن أبي طالب هو أعلم الناس به فقالوا لهم كفرهم قال لا من الكفر فروا. قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فعلي بن أبي طالب هو أعلم الناس به. أما قول النبي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يعني هم على خطر على شفير هلكة فهم على حافة الهاوية. ولذلك قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يقرؤون القرآن كثيرا دوي كدوي النحل لكن لا يفقهون عنه شيئا لا يعقلون عنه شيئا يقرؤونه هزا كهز الشعر. قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين ومع ذلك يقولون لا نأكل التمر حتى نستأذن من صاحبه.
قال فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر من قتلهم يوم القيامة. هذا الأمر فيه تقدير، يعني اقتلوهم إن قاتلوكم، اقتلوهم إن قاتلوكم، أما إن كف عنكم فكف عنهم، لأنهم من أهل الإسلام. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب، قالوا إذا انصفهم لنا من هؤلاء؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا ولا نبدأهم حتى يبدأونا. هذا هو. فيكوننا في قول فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني إن قاتلوكم فاقتلوهم. هنا عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق أو فيشق يشق الاثنتين، وما صد ذلك عن دينه. هم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، أما ترى من البلاء الذي ينزل علينا؟ والحق البلاء يكون شديدا وينزل على أهل الإيمان، لكن القوة في ذلك أن تعلم أن الذي قال ألا ترى أهل الكفر لا يرعوي أحد منهم بإنزال يعني البلاء العظيم على أهل الإيمان، والله جل وعلا يختبر الفريقين ليثبت هؤلاء فتكون لهم النجاة والعلو ورفعة المنزلة، ويسقط هؤلاء فتكون لهم العقوبة والخزلان وشدة العذاب. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال فإنه ينشر بالمنشار ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصد عن ذلك عن دينه. والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخف إلا الله أفضل على الغنم ولكنهم تستعجلون. هو موافق القول صلى الله عليه وسلم لا بأس على أبيك بعد اليوم، لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا غابر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذلك. وقد كان وانتشر الدين وملك الدنيا لمدة وليزة من عمر الزمن، ملك الدنيا لمدة وليزة من عمر الزمن. الفوائد تكون بعد. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.